أهلا بكل متابعين قناة عربيتي. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الكويل وهنقول 5 أعراض تدل على تلفه. الكويل أو ما يعرف بمولد الشرارة هو جزء من نظام الإشعال في السيارة. يعتمد تشغيل مولد الشرارة على الحس الكهرومغناطيسي، وهي عملية تستخدم مجالا مغناطيسيا لتوليد التيار الكهربائي، ويعمل على تضخيم الجهد المنخفض الموجود ببطارية السيارة 12 فولت وتحويله إلى جهد أعلى بكثير لإنشاء شرارة كهربائية في البواجي لإشعال الوقود وتشغيل المحرك، حيث ينتج حوالي 20,000 فولت من الكهرباء من أجل تكوين شرارة كهربائية واحدة. وتتكون الكويلات الحديثة بشكل أساسي من قلب حديدي وحزمة الملف الأساسي والملف الثانوي، ويتم تجميعها داخل غلاف بلاستيكي ثم يتم ملئها بمادة عازلة. وتحتوي معظم السيارات حاليا على مولد شرارة مفرد لكل اسطوانة يتم تثبيتها مباشرة فوق البوجيه. غالبا السيارات القديمة يتم دمج مولد شرارة مفرد لجميع الاسطوانات عن طريق موزع وحزمة أسلاك تنقل الشرارة إلى جميع البواجي. إذا لم يكن لديك كويلات قوية فسوف يؤدي ذلك إلى ازدياد استهلاك الوقود أو خلل بالمحرك. طب إيه هي أعراض تلف الكويلات؟ من المهم ملاحظة أن ضعف شرارة الكويلات يمكن أن ترتبط أيضا بجهد منخفض أو بطارية عالية الجهد بشكل غير طبيعي. سيؤدي هذا إلى مجموعة من المشاكل في السيارة، وتغيير البطارية بأخرى مناسبة يمكن أن يؤدي إلى اختفاء. وأول عرض معانا هو خروج دخان أسود من العادة، حيث يمكن أن يتسبب ضعف الكويل بسيارتك إلى ضعف توليد الشرارة المرسلة للبوجيه في مراحل تلفه المبكرة، حيث تؤدي هذه المشكلة إلى عدم احتراق الوقود بالكامل. سوف تدرك الأمر عندما يخرج الوقود غير المستخدم من خلال أنبوب العادة على هيئة دخان أسود. إذا تركت هذه المشكلة بدون إصلاح فقد تؤدي إلى تلف دبة التلوث وتدهور محرك السيارة مستقبلا. وتاني عرض معانا هو ازدياد استهلاك الوقود، فهي علامة أخرى على ضعف توليد الشرارة بالكويل. تحتاج السيارة إلى استخدام المزيد من الوقود على نفس مستوى الأداء الذي يطلبه السائق، نظرا لأن بعض الوقود يترك بدون احتراق أو يحترق في الجزء الخطأ من النظام حيث لا يضيف أي قوة للمحرك. هناك العديد من الأسباب المحتملة لزيادة استهلاك الوقود، ولكن الزيادة المفاجئة يمكن أن تشير إلى أن البواجي تستقبل طاقة أقل، لذلك ستعوض سيارتك نقص كمية الطاقة باستخدام المزيد من الوقود. أما رقم 3 هو ظهور لمبة الماكينة أو لمبة الفحص. في كثير من الأحيان ستظهر لمبة الماكينة check engine على تابلو السيارة. الأكثر شيوعا هو ظهور رمز الخطأ B035X عند فحص السيارة بالكمبيوتر، ويشير X إلى رقم الأسطوانة المحددة التي لا يعمل بها الكويل بشكل صحيح. وربما يكون فحص الكمبيوتر بحثا عن رمز الخطأ هو أسهل طريقة لاكتشاف مشكلة تلف الكويل وإصلاحه. لذلك إذا رأيت علامة check engine فمن الأفضل أن تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي موثوق به لقراءة رموز الخطأ. ورقم 4 هو تفتفت السيارة. من العلامات الأخرى الخمول الشديد أو الاهتزاز الشديد وضعف التسار. ستشعر أن سيارتك تفتقد بعض الطاقة عند القيادة، كما سيطفأ المحرك كثيرا أثناء الوقوف. أيضا قد يتطور الأمر إلى صعوبة تشغيل محرك السيارة. المحرك الذي يصعب تشغيل العلامات التي تحدث خاصة إذا كانت سيارتك تستخدم مولد شرارة مفرد، وإذا كان الكويل المفرد تالفا فلن تصل الشرارة إلى البواجي وبالتالي لن يعمل المحرك. ورقم 5 تآكل رأس الكويل. عندما لا يعمل مولد الشرارة بشكل صحيح يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل غلاف رأس الكويل واحتراقه. قد يكون السبب الآخر هو تلف البواجي، وذلك يؤدي إلى عمل مولد الشرارة بجهد أكبر حتى ترتفع درجة حرارته. طب ما هو سبب احتراق الكويل؟ السبب الرئيسي لاحتراق الكويل هو تآكل المواد العازلة بسبب الحرارة والرطوبة والاستخدام المتواصل لفترات طويلة. وعندما يتعذر إخراج الجهد العالي للكويل بسلاسة سيحدث اضطراب داخلي، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بسرعة وتسريع تآكل المواد العازلة. لذلك من الممكن أن يتسبب الجهد المرتفع إلى تحطيم الطبقة العازلة فيحترق رأس الكويل ولا يستطيع توصيل الكهرباء إلى البواجي. طب متى يجب تغيير كويلات السيارة؟ من المفترض أن تدوم كويلات السيارة إلى أكثر من 160,000 كيلو، لذلك لا حاجة لتغييرها حتى تبدأ في التعطل وتصبح أقل قدرة على نقل الطاقة وتظهر عليها الأعراض التي ذكرناها سابقا. وعند فحص كمبيوتر السيارة سيوضح كود العطل الأسطوانة التي لا يعمل بها الكويل بشكل جيد، لذا يفضل تغيير الكويل التالف فقط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو شايف ان الفيديو مفيد ما تنساش تعمله لايك وتشيره مع كل أصحابك وتشترك في قناة عربيتي عشان يوصلك.